وبدا النهارده التعبير جلسه التحضير الافتتاح بكره ان شاء الله. اما الافتتاح غدا الافتتاح ان شاء الله سيكون غدا. ده بمثابه اعلان صريح وصحيح للنداء للعالم كله بان مصر خاليه من الارهاب، مصر جاهزه للعوده للعالم السياحي، شباب العالم يجي يتعرف على ثقافتنا وعلى حضارتنا وعلى تاريخنا ان شاء الله، وتؤكد وبصدق مدى استقرار الدوله المصريه بغض النظر عن الحوادث الفرديه اللي ان شاء الله لا تنال الا الفشل. فوجود شباب العالم بمثابه الاف من سفراء العالم ومثابه دعايه وترويج للسياحه وامل كبير في عوده السياحه الى مصرنا وبلدنا الحبيب. لان بامانه صناعه السياحه صناعه مهمه جدا، وده اللي جعلني اسيب اللجنه الدستوريه والتشريعيه واروح الدور الانعقاد الرابع للجنه السياحه، لما احسست ان لابد كلنا نتكاتف وكلنا نقف يد واحده، ولازم يكون لنا دور في تنشيط السياحه والقضاء على المعوقات الرئيسيه والضروريه لتنشيط السياحه في مصر، وازاله العواقب التشريعيه وصدور قانون موحد يقضي على كافه معوقات السياحه. طب انا هرجع للنقطه دي بس لسياده الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد العام لغرف شركات السياحه. ربما